أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بإذن الله نتحدث في أربع مواضيع. الموضوع الأول مشروع وثيقة التسامح ونبذ الكراهية. الموضوع الثاني الحوار المنشود. الموضوع الثالث كوريا الجنوبية ووقف تصدير الغازات. والموضوع الرابع أوضاع السجون. مشروع وثيقة التسامح ونبذ الكراهية. مضمون هذه الوثيقة أو هذا المشروع، وسميناه مشروع لأنه مطروح للنقاش على مدى الشهر القادم. سنقوم بإرسال هذا المشروع إلى الجهات الرسمية والجهات الشعبية من أجل محاولة التوافق على أن يكون هو الإطار الذي يحدد طبيعة مفهوم الكراهية وماذا يعني مفهوم الكراهية، على أمل أنه إذا حصلنا على تفاعل إيجابي أن نشترك جميعا في إطلاق هذا المشروع، وإلا إذا لم نجد يعني تفاعل وإذن صاغية سنسير إلى ما يصلنا من اقتراحات ومن أفكار، إذا هناك أي أفكار لتطوير هذا المشروع وإطلاقه من خلال قوى المعارضة ومن يؤمن بها أو معها أو من يرغب في الاشتراك معها. مضمون هذه الوثيقة هي ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية والبشرية في تحديد معنى الكراهية ونبذ العنف ونبذ الكراهية. المجتمع الإنساني شخص هذه المشكلة، جلس من أجل مناقشة طبيعة هذه المشكلة وأصدر عدد من المبادئ. أهم هذه المبادئ مبادئ وثيقة كامدن. عمر هذا النقاش ليس طويل، يعني في الألفية، في هذه الألفية، في 2002 2003 صدرت هذه، أو 2006 صدرت هذه الوثيقة. ثم أيضا عقدت يعني مؤتمرات أو نقاشات انتهت إلى وثيقة أخرى أو مبادئ أخرى سميت مبادئ الرباط أو مبادئ خطة الرباط. وارتأينا أيضا أن نضيف لها ما انتهت إليه وثيقة الأزهر الشريف التي أطلقت في يعني إرهاصات الثورة المصرية وبعد انتصار الثورة المصرية. هذه الثلاث وثائق، هذه الثلاث مرجعيات هي مضمون وثيقة التسامح ونبذ الكراهية. إذن ما نقدم في هذه الوثيقة، ما تقدمه المعارضة في هذه الوثيقة، يتقدم خلاصة الجهد البشري في هذا المعنى، في هذا المفهوم، في هذا الحقل. في اجتهادات بشرية مطلوب من الإنسان أن يستفيد منها بما لا يتعارض مع معتقداته الدينية. مفهوم الديمقراطية مفهوم إنساني، تولد إنسانيا وتطور، نظم طريقة الحكم، أزال عنها المشاكل الرئيسية حولها. الإنسان في كل مكان عليه أن يستفيد من هذه الأطر. مفهوم حقوق الإنسان مفهوم عالمي، أيضا تطور بإنسانية، وغيرها من العناوين التي على الإنسان أن يتفاعل معها ويستفيد منها. النقطة الثانية، خطاب المعارضة ابتداء من المنابر الموجهة والمنابر الدينية الأساسية المحسوبة على المعارضة تلتزم بما فوق وثيقة كامدن وبما فوق وثيقة الرباط أو مبادئ الرباط وبفوق ما أوصى به يعني وثيقة الأزهر.
وليس من هذا العقد، وإنما على طول خطاب هذه المنابر كان خطابا تسامحيا من ناحية التسامح والتشدد مع الآخر، كان خطابا استيعابيا، كان خطابا مليء يقوم على أساس الاحترام والتقييم للآخر دينيا مذهبيا عرقيا، ولم يشد عن هذه المبادئ أبدا. فقبل الثورة كان هذا الخطاب، في الثورة استمر هذا الخطاب، ليس له من شدود. طبعا ما تستطيع أن تحاسبني على واحد سوى تويت تكلم عن المعارضة، عن رموز المعارضة، عن البيانات الرسمية للمعارضة. أما ما يحدث في الأنترنت هذا لا يمكن أن أحسبه عليك ولا يمكن تحسبه علي، خصوصا أنه ينطلق في غالبيتها من جهات مجهولة، فحتى ما نترامى بأمور لا، احنا ما عندنا اليوم صحيفة، بس الصحيفة القريبة ما تسميها قريبة من المعارضة اللي تحاول توازن هي صحيفة الوسط، ما راح تجد فيها دعوة إلى كراهية ولا مساس بطائفة من طوائف المسلمين بذرة كلمة. هذا المنهج المعارضة أسسته من قبل وماشي عليه. انظر إلى الصحف الأخرى، انظر إلى الصحف الأخرى كيف ستجد روحها. إصدار هذا المعنى في شكل مشروع وثيقة هو لتوضيح الواضحات، تأكيد ما هو واقع وقائم، مثل ما سوينا وثيقة اللاعنف سابقا. معارضة ملتزمة باللاعنف من قبل الثورة في كل مراحل الثورة، ولكن وجدنا أن في حاجة أيضا إلى قطع الحديث عن السلمية واللا سلمية والعنف واللا عنف، هذا منهج المعارضة. اليوم أيضا في هذا العنوان هذا منهج المعارضة، منهج موجود سابقا، منهج موجود اليوم، مؤمنة فيه، تستمر فيه، توضح في صيغة هذه الوثيقة. الوثيقة قصيرة يعني ممكن قراءتها في ربع ساعة، الإخوان يشوفونها موجودة على المواقع الإلكترونية باللغة العربية وأيضا فيها نسخة باللغة الإنجليزية، ممكن الاطلاع عليها من أجل معرفة ما تتضمن هذه الوثيقة بالتفصيل. ولكن إطلاق الوثيقة هو توضيح الواضحات. في تقرير السيد بسيوني في الفقرات 1279 1280 1281 1284 في الفصل العاشر، هذا مو تقرير نحن، مو كلام المعارضة، هاي كلام هذه اللجنة لجته. قررت هذه اللجنة بأن الخطاب الذي يتصف بالكراهية، الخطاب الذي وقع في التحريض على الكراهية، هو ليس خطاب المعارضة، هو خطاب الأطراف الأخرى. ولذا أوصى السيد بسيوني، ومن خلف توصيات جنيف جاءت أيضا، عدل الإعلام، عدل الإعلام. يقول لي أنا عدل الإعلام؟ مو أنا عدل الإعلام، عدل التلفزيون، عدل الشسمة، عدل كذا، مو أنا. لم يلاحظ ما كان في خطاب المعارضة، بالعكس، يعني القدر اللي أتذكره واستعرضته، وقد تكلم فلان وأوصى بالتسامح وأوصى بالألفة وأوصى بالوحدة الوطنية وأوصى بالسلمية، هاي خطاب المعارضة، عندما يستعرض خطاباتنا، جميع خطاباتنا، خطابات أستاذ عبد الوهاب، خطابات أستاذ حسن، خطابات علي، خطابات فلان، دائما كان فيها إشارة إنها خطابات من؟ كما أوضحت الوثيقة الخطوط الفاصلة والواضحة، وهذا أيضا توضيح دولي ليس توضيح الوثيقة يعني من ذاتها، أي التوضيح دولي موجود، بين حق حرية التعبير المكفول في المواثيق الدولية المختلفة والذي يكفل كون الإنسان إنسان. من تؤمن بأن الموجودين في هذا الوطن ليسوا يعني حيوانات، ناس عندها عقول، بشر، المفروض أن تسلم لهؤلاء البشر بما أوضع الله فيهم من عقول،
وما أودع الله فيهم من ضمائر. إذا تعتبر إلى أي إنسان غض النظر عن دينه عن مذهبه عن بس من تشوف في بشر، إذا أنت فعلا إنسان هذا البشر المقابل إليك بغض النظر، لا تسأل عن دينه، لا تسأل عن شيء، لا تسأل عن أي شيء، مجرد كونك تؤمن فيه أنه بشر، هذا البشر عنده عقل وعنده ضمير، تختلف معه تختلف معه، بس يجب أن تحترم عقله ويجب أن تحترم ضميره، وما يجوز عليك تصادر عقله، تقول لي ما يصير تتكلم بما تفكر بما تعتقد، ولا يصير تصادر عليه ضميره في أن يتضامن مع مظلوم، في أن ينكر ظلامه، في أن كذا، وإلا سلبت من عنده أصل بشريته. هذه الفكرة من مسألة كفالة حرية المعتقد وحرية الضمير وحرية التعبير، هاي مصدرها ضرورة الاعتراف للإنسان بأهم ما فيه من إنسانية عقله وضميره قلبه. فهذه الأمور، أمور حرية التعبير، حرية المعتقد، أمور مكفولة إنسانيا دينيا ضميريا بالمنطق، فيجب أن لا تقدم أي حجج إلى مصادرة هذه الحقوق بدعاوي غير حقيقية غير واقعية فارغة. بمعنى آخر يجب أن لا يوظف عنوان نبذ الكراهية في مصادرة حرية التعبير. نبذ الكراهية مطلوب، بث الكراهية أمر مرفوض، والقوى المعارضة ملتزمة فيه من زمان، ولكن لا يكون هذا مدخل كاذب إلى مصادرة حرية التعبير. وين اهتمت كل الوثائق العالمية؟ الوثائق العالمية ما تجي إلى الصراع السياسي وتتكلم عن موضوع الكراهية، ولذا نقد الأنظمة ما يجي في هالمواضيع والوثائق، إلا يجي الكراهية الدينية، الكراهية العرقية، كراهية اللون، الجنس، العناصر، هذه المشاكل التي تعاني منها. أما مسألة الحراك السياسي والنقد السياسي فهذا جزء من أي منظومة سياسية حديثة. الحوار المنشود عنوان متكرر بناء على التطورات في الأسبوع الماضي. مجموعة من النقاط: الأولى، البحرين بحاجة إلى حوار حقيقي صادق جاد، وفكرة المغالبة فكرة غير قابلة إلى الانتهاء والتطبيق. ما انتهت إليه التقارير الدولية في أكثر من تقرير بأن البحرين فيها معارضة وحكومة يشكلون فرسي رهان لديهم من عناصر القوة المختلفة، ولكن التي يبدو أنهم غير قادرين على توجيه ضربة قاضية إلى بعضهم البعض، وبالتالي عليهم راح يستمرون. الشعب عنده إيمان بقضية، عنده عدالة قضية، عنده إيمان فيها، عنده استعداد للبذل والعطاء من أجلها، شاهد على ذلك عشرات السنين في الثلاث سنوات الأخيرة بدون انقطاع يمارس هذه العقيدة في عدالة قضيته ويقدم من أجلها يوميا، وعطاء سخي، وعنده استمرار ولا عنده أي لحظة تردد في موضوع التراجع. تزور أسر المعتقلين ما عندهم شيء، أسر معتقلين محكومين مؤبد محكومين كذا مستمرين وينظرون إلى عين الله سبحانه وتعالى. واحد معتقل أفرج عنه راح يرجع للمعتقل من جديد لأن المحاكمة مستمرة، عارف أسبوع الجاي في محكمة وبردون يعودونه، مستمرين، فما في تردد عند أحد أبدا. في المقابل الآخر في تكديس إلى إجراءات أمنية، وهذه الإجراءات الأمنية تضرب في هؤلاء الناس فتخلق نوع من للخروج من هذا. كل التقارير الدولية اللي ما كتبت لصالح معارضة انتهت إلى أن ما في طريق أمام البحرين، استمرار هذه الأزمة وتدهورها أكثر أو الذهاب إلى مفاوضات حقيقية للوصول إلى حل توافقي. يعني مو كلام المعارضة، كلام الشسمة. يهدف هذا التفاوض إلى إيجاد صيغة سياسية للتعايش المشترك وحل جذور المشكلة الموجودة في البحرين. النقطة الثالثة، ما هي جذر المشكلة الموجود في البحرين؟ جذر المشكلة الموجود في البحرين هو جذر المشكلة الموجود في 200 دولة في العالم.
هو المشكلة الموجودة بين حكم لويس السادس عشر وبين الشعب الفرنسي، هي جذور المشكلة الموجودة بين الحكم البريطاني في الملكية المطلقة وبين الشعب البريطاني، هي جذور المشكلة الموجودة في كل دولة في أمريكا الجنوبية وفي كل دولة في أفريقيا وفي كل دولة في آسيا وفي كل دولة في كل الدنيا. الصراع في كل الدنيا دار حول هذه النقطة، يلف ويدور هي النقطة، ما في صراع آخر، هذه النقطة التي يتصارع حولها الناس، النقطة الرئيسية التي يتصارع حولها الناس وعلى أساسها يتطورون أو يرتكسون هي السلطة. ما وإحنا ما نخفي هذا. الوصول إلى السلطة، ممارسة السلطة والاستمرار فيها، هاي المشكلة في الدنيا كلها، كل الدنيا، كل الثورات، كل التطورات، كل الجسمه، تطورات دفعية، تطورات ثورية، تطورات سياسية، كلها مركزها هاي. هذا هو المركز. البحرين نفس الشيء، مشكلتها هي هذه، ممارسة السلطة بطريقة منفردة بعيدا عن الإرادة الشعبية، هذه المشكلة، والبقاء فيها بالاستمرار بهذه الطريقة بعيدا عن الإرادة الشعبية، هاي كل المشكلة. إذن الحوار والتفاوض، ليش الحوار والتفاوض يجب أن يروح إلى هذه المشكلة يحلها؟ واضح. في 2002 أسأل وأنا في لندن وبعد ما جيت، وش صار ميثاق وكذا؟ قال لهم بصراحة، إيد الواحد على قلبه، لكن يدعو الله سبحانه وتعالى أن الأمور ما تنتكس. شو المشكلة؟ لأن ما توافقنا على المشكلة الرئيسية، توافقنا على هدنة أمنية، لم نتوافق سياسيا. مطلوب التوافق السياسي على تنظيم السلطة. كل البلاد التي استراحت واستقرت حلت هاي المشكلة. قبل أن يحل هذا المشكل ما يصير، يجب أن يحل بتوافق مجتمعي يشكل الغالبية لعدم إمكانية الحصول على الإجماع في أي بلد من البلدان، توافق حر يمثل إرادة شعبية عامة، هذا هو اللي يخلي البلد مستريح. أي بلد في الدنيا، كافر، مؤمن، مسلم، في الخليج، في الوطن العربي، في الوطن الإسلامي، في الوطن، أي بلد من البلدان ما استقرت، لا الأرجنتين ولا البرازيل ولا الفلبين ولا الكذا ولا جسمه، الاستقرار السياسي الذي يعطي بعد ذلك استقرار مجتمعي واقتصادي وغيره، إلا لما حلوا هاي المشكلة. شو هالمشكلة؟ كيف يصير الواحد رئيس دولة؟ كيف يصير رئيس وزراء؟ كيف يمارس عمله؟ شو الرقابات اللي عليه؟ وكيف يجدد إلى أو كيف يعزل؟ هاي الكل المشكلة في الدنيا كلها، هذه المشكلة في الدنيا كلها. إذن الحوار خلى يروح إلى هذه المشكلة، يناقش هذه المشكلة، يتفق على حل إنساني، يتفق على حل إنساني، يتفق على حل عاقل. والطريق اليوم اللي يريد الطريق، ما عاد الطريق مجهول، ما هي محاولات نروح مني نسوي ثورة فرنسية أو نروح مني نسوي عقد بريطاني، المسألة صارت واضحة خلاص. يعني التجارب الأمم في ثلاثة قرون مرت ومعروفة ومكشوفة وواضحة. الاستمرار في ممارسة السلطة بغير تفويض شعبي وعبر القوة يعني مشاكل مستمرة بلا حصر، نقطة على السطر، أنا موجود، أنا مو موجود، أنتم موجودين، أنتم مو موجودين، نقطة على السطر. ما في ممارسة السلطة بغير إرادة شعبية يعني مشاكل مستمرة، يعني مشاكل مستمرة، يعني عدم استقرار مزمن. وهذا الأمر أخذ في التصاعد الآن، مو في التآكل، في التصاعد، وإلى الجميع، تتقدم بلد تتأخر بلد، بس إلى الجميع. ليش اضطراب في الشرق الأوسط ما تستقر بلد؟ ليش كل يوم وقعة على مدى قرون الحين؟ هاي المشكلة، ما في غير هاي المشكلة الرئيسية هاي. وما لم تحل هذه المشكلة، لا استقرار في الشرق الأوسط ولا في الوطن العربي ولا تنمية حقيقية ولا شيء، كلها محطات تنتظر السقوط، كلها محطات تنتظر السقوط. واحد يغطي فشله بشوية نفط، واحد يغطي فشله بإرباك اجتماعي، يعني المجتمع مرتبك ما يقدر يتحرك، نتيجة إلى عناصر خلافات داخلية، نتيجة لكذا، بس كل هذه في جلها لحظة معينة
وتنفجر في شكل ثورة، في شكل انقلاب عسكري، في شكل غيره من الأمور، وما في، حتى يصلون إلى حل لهذه المشكلة، ويكون طبيعة تفريغ المختلف حوله يتم بطريقة إنسانية عن طريق صناديق اقتراع، ولا حد يروح يسوي عسكر ويسوي انقلاب، ولا حد يروح يسوي مسيرات ويعطل أبد. تروح إلى صناديق اقتراع أما في موعدها المحدد أو موعد مبكر وتخلص المشكلة. هذا هو الاكتشاف الإنساني لحل هذا الموضوع. وما حكمتنا فرنسا وبريطانيا وقدرت تستعمرنا هذه القرون وهي بلدان صغيرة نسبيا، شنو فرنسا ما تجي نص الجزائر ولا فيها موارد الجزائر؟ ليش الجزائر محكومة وفرنسا حاكمة؟ ليش فرنسا، ليش بريطانيا هالجزيرة الصغيرة الرطبة، ها؟ ليش تحكم كل العالم؟ أمنت هاي الموضوع في الداخل، صارت قوة، أمنت موضوع الاستقرار الداخلي والنظام الديمقراطي، أما في شكل جمهوري أو في شكل ملكي دستوري فصارت قوة على مستوى العالم. بغير هذا تكون مستعمرة، إلا ما تكون مستعمرة. المعارضة السياسية ذكرت ملاحظاتها وهي صادقة وجادة منذ بداية انطلاق الحوار، وذكرت أن المشاكل التي تعترض نجاح هذا الحوار 1 2 3 4 5 ذكرتها في 9 نقاط، وقالت إلى السلطة ومن بيده القرار تعالوا نتوافق بسهولة على هذه النقاط حتى نبدأ الحوار. كان هناك تعنت، لا تعالوا نروح إلى طاولة الحوار نطرح هذه القضايا. قلنا هذه طريقة خاطئة، يجب التوافق عليها مسبقا في إطار هادئ والانطلاق منها. قالوا لا، وأخذوا قرار وحددوا موعد إلى الجلسات فرض معارضة حتى ما تعطل الموضوع ولا يعني تضيع فرصة ولو بشكل محدود. ذهبت، عملت على تصحيح هذا الواقع، عملت على التوافق عليه، وجدت إذن من طين وإذن من عجين. هذا ما أدى إلى هذه الصورة الموجودة. في تقديري الأمر بسيط، إذا حسنت النوايا وخلصت من أجل إيجاد حل المشكلة التي أشرت إليها ما يحتاج وقت طويل، حتى في خلال شهر واحد بالإمكان التوافق على الأمور الأساسية والخروج بهذا الوطن إلى بر الأمان. شهر واحد لأن عندنا تجارب طويلة وعارفينها، كل الأمور صارت الصورة مكشوفة، صورة واضحة والخريطة واضحة. إذا نقعد شهر واحد نحط التفاصيل على هذه الخريطة بشكل صادق جاد، نطلع بخارطة طريق واضحة تخرج هذا البلد إلى بر الأمان والاستقرار. المعارضة في نهاية هذا الكلام مستعدة ومنفتحة على جميع الأفكار والمبادرات الجادة والصادقة لإيجاد حوار حقيقي جاد، التوافق على واقع سياسي جديد يوجد المشاركة الحقيقية لجميع أبناء البحرين بدون استثناء وبدون أقصاء، لا تهميش إلى شيعة ولا تهميش إلى سنة، ولا تهميش إلى هذا الطرف ولا تهميش إلى ذاك الطرف. كنا أبناء وطن واحد، ننطلق من قاعدة المواطنة، من قاعدة الإنسانية المتساوية، نحط لنا نظام سياسي خلينا جميعنا فاعلين في هذا النظام السياسي، لا ظالم ولا مظلوم. إمكانية هذا يعني حققتها كل الشعوب المستقرة الإنسانية العاقلة، وعندنا هذه الإمكانية أن تتحقق، والمعارضة منفتحة على ذلك. الموضوع الثالث، كوريا الجنوبية ووقف تصدير الغازات. تصدير السلاح إلى البلدان بما فيه الغازات عملية طبيعية ومشروعة، وكل بلاد لابد أنه يضع إلى نفسه ويتسلح لحماية وضع الداخلي ولحماية وضع الخارجي. وضع الداخلي المفروض من يعني الجريمة وما شابه ذلك، وليس لعقاب الناس لهذا انحراف، وأمن الخارجي من الاعتداءات الخارجية
مو حتى بعد يحقق عدوان خارجي حتى يمنع نفسه. هاي الفكرة طبيعية. وعلى هذا الأساس يصير بيع السلاح في الدنيا إلى قواعد ومنظم بقواعد معينة ويباع السلاح. تيجي مناطق معينة يقولون ما يجوز بيع السلاح فيها، مناطق نزاعات، حروب، مناطق يستخدم السلاح فيها لقمع الناس مثل نموذج البحرين. فيجي دول لما تشوف شخص هذا الواقع أو تكون عنده مخاوف جادة وحقيقية تطلع بقوانين محلية أو قرارات محلية توقف تصدير السلاح إلى هذا البلد. يعني تقول أنت ما قاعد تستخدم السلاح إلا أصدره إليك باستخدام سليم، قاعد تتجاوز في استخدامه، فأنا أقوم أصدره إليك. سبقت كوريا، الحدث مال كوريا هالأسبوع، وأقدم الشكر لكل الذين عملوا في هذه الحملة من أجل وقف تصدير الغازات، لأنها تستخدم بطريقة غير صحيحة. لو كانت الغازات تستخدم بطريقة صحيحة ما حد يقدر يوقفها. سبقت كوريا دول عديدة من مارس 2011. الولايات المتحدة الأمريكية ما تصدر سلاح يمكن استخدامه في القمع الداخلي. أول إذا تتذكرون في بداية الثورة شو المسيلات الدموع اللي تشوفونها مكتوب على USA؟ ليش اختفت بعد فترة هي وأدوات أخرى؟ ليش الآن تدور عندنا مدرعات تركية؟ ليش مو مدرعات بريطانية؟ ليش مو مدرعات فرنسية؟ لأن بريطانيا وأمريكا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية أوقفوا تصدير أي نوع من الأسلحة يمكن استخدامه في القمع المحلي في قمع الثورة. وهذا اعتراف من هذه الدول عن وجود استخدام غير سليم إلى الأسلحة ضد الناس. هاي معناه. والتحقت بهم هذه كوريا الآن بعد هذه الحملة. هاي شي يقول؟ يقول احنا علينا أن نبذل ما عندنا، نشرح للعالم هذا الظرف. بالنتيجة ما نقدر نجبر العالم على اتخاذ خطوات، بعض الأحيان مصالحة تكون أكبر، ولكن هذه نتائج الجهود المبذولة من أجل توضيح كيفية استخدام السلاح بطريقة خاطئة ضد الناس، بطريقة مبالغ فيها، بطريقة تتجاوز حقوق الإنسان الأساسية المقررة. نقدم الشكر إلى جميع الدول وإلى المنظمات التي ساهمت وإلى جميع الذين شاركوا في هذه الحملة وغيرها من أجل توضيح الحقيقة. ونقدم الشكر للدول التي تفاعلت على هذا الأساس وامتنعت عن تصدير ما يمكن أن يساهم في قمع تطلعات شعب البحرين نحو الحرية. موضوع السجون تكثرت في أوضاع السجون فيها تكثرت الشكاوى من المعتقلين وأهاليهم في الفترة الأخيرة، وسمعت أنا عدد كبير من هذه الشكاوى بشكل مباشر من خلال زيارتي إلى الأهالي أو من خلال زيارتهم إلى جمعية الوفاق أو من خلال ما يكتب في المواقع الإلكترونية ذات المصداقية. وأهم ما يعني رصدناه من شكاوى في هذه الفترة، وإلا الشكاوى ما تنقطع، ولكن استمرار تعرض المعتقلين لسوء المعاملة والتعذيب خصوصا في فترة الاعتقال الأولى. قصص وراء قصص، قصص وراء قصص تسمى بالمعنى بالتواتر، تصير متواترة. النقطة الثانية اكتظاظ غرف النزلاء. الآن المعدل الموجود في سجن جاو إلى الغرفة التي المفترض يكون فيها 2 وأقصى حد 4 فيها 11 شخص. 11 شخص إذا وين ينامون دلين 11 شخص؟ إذا في سريرين، سرير فوق سرير من جهة، سرير فوق سرير من جهة، وفي ممر في الوسطى فيما بينهم. فهذا اللي ينامون على بعضهم البعض تقريبا، وينامون على الباب، والبعض يروح ينام على إذا الحمامات مفتوحة على أبواب الحمامات. هيك يعني النقل مال سجناء جو. هاي وهذا أمر معروف يعني. أمر معروف وتم الإشارة إليه في بعض التقارير الرسمية. الحرمان من الحصول على الملابس الشتوية مع الشتاء وصار شهر الحين. والله الصراحة أنا قلت أسوي تويت في البداية، قلت لا هذا موضوع المفروض ينتهي. ملابسهم وملابس مو أنت تشتريها لهم، أهلهم جايبينها أو موجودة في الكانتين. إذا ما موجودة في المقصف اللي داخل السجن يروحون مساكين يشترون إليهم،
أهاليهم بيجيبون لهم ملابس، أخذوا ملابسهم وخلص الموضوع، يعني ما في قصة، ما في شيء، ما في شيء، يعني ما هي مسألة عويصة ولا تحتاج إلى قرارات ولا تحتاج إلى شيء اسمه، وموضوع معروف يعني. الناس في الصيف تحتاج إلى مكيف، تبدأ مشاكل المكيف في الصيف، والناس في الشتاء تحتاج تدفى. هذه الشكوى موجودة إلى اليوم، شكوى موجودة. تعرض السجناء إلى العقاب دون وجه حق، آخرها ما نقل عن العنبر في أقل من 18 سنة، وتعرضهم إلى الضرب، وتعرضهم إلى السحب، وتعرضهم إلى ما شابه ذلك. الحادثة اللي نقلها نبي رجب بعدين راحوا سووا عليها تحقيق، عشرات الحوادث أو غيرها من الحوادث صارت، والآن يشتكون الناس من حوادث مشابهة يتعرضون فيها إلى العقاب دون وجه حق، ومعاملات قاسية وألفاظ قاسية من الشرطة. مشكلة أخرى أيضا ما له طعم أبدا، في كانتين في ماي، يروحون يبون يشترون غراش ماي صحة، ما في، إذا من وين يشربون؟ يشربون ماي الحنفية، ماي الحنفية مو صالح للشرب، يتعرضون إلى مشاكل صحية نتيجة إلى شرب ماي الحنفية. ما في ماي، ما في ماي، ما في ماي، صعب يعني، ما في ماي في الكانتين، ماي صحة ما في، ما عندهم أدوات خب تنقية الماء، هناك عندهم فلتر، ما عندهم فلتر، يروحون يشترون لهم بفلوسهم ماي من الكانتين، ما في ماي في الكانتين، في عدد محدد ينفد، الواحد إليه كمية محددة ما عنده، خلاص. تأخر الحصول على زيارات خصوصا سجن جو، يعني واحد رايح سجن جو ورحل على سجن جو، أريد أزوره، قال لي بعد شهرين. شو بعد شهرين؟ شهرين ونص حتى تزور ابنك؟ شهرين. عدم حصولهم على العلاج، سمعت هذا بشكل مباشر من عندهم، عدم القدرة على الحصول على العلاج، يعني الذهاب إلى الطبيب مشكلة، ولما تشتكي دائما أنت متهم وأنت كاذب، فما يتم الحصول على التشخيص الأولي. يعني أبو الشهيد أبو تاكي قبل 6 ساعات من انفجار هذه الزائدة الدودية أجريت العملية، بعد أخذ ورد، هو من يوم ما اعتقل يقول ترى أنا عندي شكوى بطني، والعشرات من القصص من هذا القبيل. إنزين الحين يعني بعد الروحة والجية والضغط والكذا ودوك إلى الطبيب، هوس عليك هني شوي، زين اكتب لك مسكنات، روح. المصيبة الثالثة، هاي المسكنات مين موجودة؟ لا في مستشفى القلعة، لا في المستشفى المكان اللي ودوك له، وهذه قصة البارحة سمعتها من أحد المفرج عنهم. فمشكلة حتى توصل للطبيب، الطبيب تشخيصه يشخصك بهالطريقة البسيطة ويعطيك مسكنات، وهالمسكنات والأدوية مين موجودة؟ تنظر إذا جابوا بنوصل إليك. هاي اللي قالوا لحجي صمود مسكين رجال عنده مشكلة هني نفس المكان، قال لي يمكن انسدادات، زين انسدادات عليك، شف علي عدل، عطني دواء، ما في الحين في ما في. بعد ذلك ناس يتعرضون إلى الحاجة إلى عملية، ناس يتعرضون إلى وعمليات ساعات، عمليات يعني خشنة تأخذ بعد يومين ثلاثة تودي السجن من جديد، هذا بحاجة يبقى يكمل علاجه، بحاجة شو اسمه عدم إكمال العلاج وإرجاعهم إلى أوضاع السجون شو اسمه. تعليق بسيط، هذه قضايا إنسانية يجب أن يترفع الصراع السياسي أو غيره من عناوين عنها. نحن نعتقد بأن السجون مليانة بمعتقلي الرأي والمعتقلين التعسفيين، هؤلاء مكانهم الحرية، ما مكانهم المعتقل، الآن خليته في المعتقل، بعد ليش هاي النوع من الممارسات والمضايقات؟ ليش تحرمه من تدفئة جسده، تحرمه من شرب الماء، تحرمه من العلاج إذا احتاجه؟ ليش؟ شو الصورة الإنسان؟ وين الإنسانية؟ بعيد عن حقوق الإنسان والكلام الشي اسمه، وين الإنسانية؟ ليش ينزل الصراع إلى هاي المستوى؟
النقطة الثانية، علينا جميعا أن نوصل شكاواهم وأحوالهم كما حدثت بدون زيادة أو نقصان إلى المجتمع الدولي، مثل ما وقفت ديك الشسمة الصفقة بالمجتمع الدولي. واحد عند أسرته، أنا سمعت من عندهم، ما أجد عندي يعني قدرة أنه حتى شوية طول عليكم أقول الموضوع. أنت عندك أخ ومعتقل عند هاي الظروف، حط فيها تويت، اكتبها، لا تزيد ولا تنقص، سو فيها قصة، اشتك عند المنظمة المحلية، اشتك عند المنظمة الدولية، اشتك في كل مكان، قول أخوي يتعرض إلى هاي، اسأل هالمنظمات، اسأل مركز البحرين، اسأل الوفاق، اسأل الجمعية البحرينية، اسأل مركز شباب حقوق الإنسان، أنا عندي شكوى، أخوي يتعرض إلى التعذيب، وين أشتكي؟ هاي قصته، أطرشها لمنه؟ حتى ما نضيع، حتى ما يعاينون أولادنا وبناتنا في المعتقل، وإحنا نسوي اللي نقدر نسوي. كل واحد فينا عنده قصة خليه يحطها، لا يزيد ولا ينقص، ويوصلها إلى العالم. اليوم الوصول إلى العالم المفروض تعلمنا نتعلم أكثر. أنتوا يا منظمات حقوقية بحرينية، يوسف قاعد برا، فلان قاعد داخل، فلان كذا، وصل شكوتي إلى المنظمات، هاي شكوتي أنا ما أعرف أوصلها، وصلتها إليكم يا فلان، يا جهة فلانية، يا مركز، يا مرصد، يا اسمه، وصلوا شكوتي إلى العالم. وناشد المجتمع الدولي من منظمات حقوقية، في مقدمتها موضوع الصليب الأحمر لأنه على علاقة بزيارة السجون في البحرين، إلى التدخل المباشر لإيقاف هذا الانتهاك الإنساني لما يجري إلى المعتقلين في داخل السجون. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، رزق له من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. غفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.